أهلا بكم أعزائي من جديد في جمعية شهد قسم التعليم. درسنا اليوم هو بعنوان أحمد يوسف أبو حاقة. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. إن أهدافنا التعليمية لهذا اليوم: أولا أن نقرأ الدرس قراءة صحيحة بمراعاة التلوين الصوتي المناسب. ثانيا أن نشرح مفردات الدرس الجديدة. فهيا بنا لنبدأ. بعد أن تحدثنا أصدقائي وتعرفنا بشخصية الأسبوع الماضي وبعالم الأسبوع الماضي وتعرفنا باختصاصه وتذكرنا سيرته، اليوم سنتحدث عن شخص مهم جدا وشخصية مهمة ومشهورة، وهو أحمد يوسف أبو حاقة. لم يكن في قرية بعاصير أيام طفولتي مدرسة، فما عرفت المدرسة إلا بعد أن تجاوزت 7 سنوات، ولهذه المدرسة حكاية خلاصتها أن جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية قررت أن تفتح في القرى الفقيرة مدارس للفقراء، فكان حظ قرية بعاصير أن أنشئت فيها مدرسة. دخلتها، وقد علمنا فيها شيخ من شرقي الأردن اسمه الشيخ صالح سلامة. قد دأب على تعليم الكبار قبل الصغار، لكنه لم يكن يعرف لغة أجنبية، فعلمنا العربية التي كان متعمقا فيها، والقرآن الكريم والحساب والتاريخ، فاكتسبت منه أشياء كثيرة، وكانت علاقتي به جيدة لأنني كنت متميزا بعض التميز. طبعا أحمد يوسف أبو حاقة هو شخصية أدبية، حيث أنه وهو صغير كان يعيش في قرية بعاصير فهو منها، وهناك لم يكن هناك مدارس، ولم يعرف المدرسة إلا بعد أن تجاوز 7 سنوات، حيث أن أيضا لهذه المدرسة حكاية، فجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية قررت أن تفتح في القرى الفقيرة مدارس للفقراء، وكان من حظي قرية بعاصير أن تفتح فيها مدرسة. دخل أحمد هذه المدرسة وعلمه فيها شيخ من شرقي الأردن اسمه الشيخ صالح سلامة. قد دأب هذا الشيخ أي جد في تعليم الكبار قبل الصغار، ولكنه لم يكن يعرف اللغة الأجنبية، فعلمهم العربية والقرآن والحساب، وكانت علاقة أحمد يوسف أبو حاقة بالشيخ صالح سلامة جيدة لأنه كان متميزا بعض التميز في صفه. بقي الشيخ صالح سلامة عندنا 5 سنوات، من سنة 1937 إلى سنة 1942، وترك في الحرب العالمية الثانية وعاد إلى الأردن، فأصبحنا بلا مدرسة من جديد. لكن في قرية برج القريبة من قريتنا مدرسة رسمية تعلم حتى نهاية الشهادة الابتدائية، فالتحقت بها، ولكني لم أعرف لغة أجنبية، فتأخرت قليلا بسبب اللغة الفرنسية، ثم التحقت بالركب وتخرجت في سنة 1945 من مدرسة برج الرسمية. ثم ذهبت إلى بيروت فالتحقت بمدرسة حوض الولاية الرسمية، وكان يدرسنا فيها اللغة العربية الشيخ راشد عليوان، وقد بدا لي أني أحمل زادا غنيا باللغة العربية. شهد لي الشيخ راشد عليوان وسماني بين التلاميذ مرجع اللغة، هذا كله بفضل الشيخ صالح سلامة معلم الأول. طبعا بقي الشيخ صالح في مدرسة أحمد 5 سنوات، وترك في الحرب العالمية الثانية وعاد إلى الأردن. بعدها أصبحت المدرسة بلا معلم وأغلقت المدرسة. فكان هناك في قرية برج القريبة من قرية بعاصير مدرسة رسمية تعلم حتى نهاية الشهادة الثانوية، فالتحق بها أحمد وسجل بها، لكنه لم يكن يعرف لغة أجنبية، فتأخر وتراجع بسبب اللغة الفرنسية.
بعدها التحق بالركب، ومعنى التحق أي أدركه وتخرج من مدرسة برجة الرسمية عام 1945. بعدها ذهب إلى بيروت ليلتحق بمدرسة حوض الولاية الرسمية، وكان يدرس فيها اللغة العربية الشيخ راشد عليوان، وبدأ أي ظهر لأحمد أنه يحمل زادا غنيا باللغة العربية بسبب وبفضل الشيخ صالح سلامة معلمه الأول، وشهد له بذلك الشيخ راشد عليوان وسماه بين التلاميذ مرجع اللغة العربية. وطبعا كلمة مرجع هي المكان الذي نرجع إليه عند حاجتنا من كتاب أو عالم. وفي سنة 1948 دخلت دار المعلمين، وكان مديرها آنذاك المرحوم الدكتور فؤاد أفرام البستاني، فتخرجت فيها بعد سنتين، وعينت مدرسا من تشرين الأول عام 1950 في مدرسة الطريق الجديدة الرسمية، وكانت آنذاك تكميلية، وكنت حاملا لشهادة البكالوريا القسم الثاني، فانتسبت إلى كلية الحقوق في جامعة القديس يوسف، وإلى كلية العلوم السياسية والاقتصادية في الأكاديمية اللبنانية، وكنا في ذلك الوقت نطالب بفتح الجامعة اللبنانية، حتى أعطت المطالبة نتيجتها وفتحت أبواب الجامعة اللبنانية يوم 5 كانون الأول عام 1951، فدخلت فيها طالبا بصفة مدرس منتدب للتخصص في الجامعة اللبنانية، وكان اسمها آنذاك دار المعلمين العليا. تابعت تخصصي في الجامعة باللغة العربية، واضطررت إلى ترك الحقوق لأن دراستها تحتاج إلى دوام مستمر، وبقيت محافظا على الانتساب لفرع العلوم السياسية حتى نلت الإجازة عام 1954. وأذكر أني كتبت رسالة في ذلك الحين عنوانها الإنماء الاقتصادي في لبنان ومصادر تمويله، أشرف علي فيها الدكتور برهان الدجاني مدير غرف التجارة والصناعة والزراعة في البلاد العربية. بعد الحصول على الإجازة في اللغة العربية وآدابها، تابعت الدراسة في دار المعلمين، وحصلت على شهادة الكفاءة في التعليم الثانوي، وعدت إلى مدرسة الطريق الجديدة أستاذا في التعليم الثانوي، أمضيت فيها 11 سنة، علمت فيها أفواجا من الطلاب أصبحوا فيما بعد من كبار البارزين في لبنان إداريا وسياسيا واقتصاديا وعسكريا وتربويا. وبدأت التدريس في الجامعة اللبنانية، ثم انتقلت بعدها إلى كلية التربية ودرست فيها 20 عاما، وطلبت الانتقال إلى كلية الآداب، فعينت فيها مديرا عام 1981، وبقيت في الإدارة حتى عام 1988، وبعدها انتقلت إلى التدريس فيها وبقيت أستاذا حتى عام 1994 عام بلوغي السن القانونية، ثم مدد لي مجلس الوزراء 4 سنوات بالتعاقد لمتابعة الإشراف على أطاريح الدكتوراه. طبعا أصدقائي، نقصد بالسن القانونية هي السن التي يحددها القانون لنهاية وظيفة ما، أما الأطاريح فهي مفردها أطروحة، وهو ما يطرح للنظر والبحث من مسائل أو قضايا. بهذا أصدقائي يكون انتهى درس هذا اليوم، وفي حال وجود أي سؤال أو استفسار لا تترددوا بالتواصل معي، وهناك ورقة عمل قوموا بحلها وشاركوني بهذا الحل. شكرا لكم. شكرا لحسن متابعتكم. في حال أعجبكم الدرس الرجاء الاشتراك في قناتنا وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.